بينورني ويشرفني في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت. يا استاذ عصام نورنا ومشرفنا. اهلا بحضرتك واهلا بكل جمهور مصر العظيم، الجمهور اللي قدم كل ما يمكن ان يكون في متناوله، ولو ان هناك يعني 10% من جهد الجمهور العظيم ده، 5% من اللي قدمته الدولة المصرية عند كتيبة الفشل دي الحقيقة لكان هناك تصور آخر. كتيبة الفشل طبعا طبعا مش عارف أقول لك مين ولا مين يعني، لكن الحقيقة كانت ظاهرة امبارح في استاد القاهرة، 100 مليون دمعة فعلا خذلونا وقفلوا يعني كل طرق الأمل في أنه الاحتراف أتى بثماره، أن الاحتراف لصالح هذا الوطن، وأن صناعة كرة القدم اللي فيها أمل، وأنا بأكد لك أن فيها أمل، فيها أمل ده مهم، والبطولة لازم تستمر، وأن احنا بنينا حاجة مش هنهدها عشان فشلة. زمان كان في أغنية الناجح يرفع إيده، النهاردة هنقول لهم الفاشل يرفع إيده. وبالتالي ده كلام يعني أمره محسوم، بتهيألي أنه الصورة تكتمل الآن، مع الأخذ في الاعتبار أن احنا لدينا الآن ما يبنى عليه من مشروع تذكرتي، من ملاعبنا التي جددت، من قناة أعدت حصريا للمصريين حتى لا يمد أحد يده في جيوبهم بشبكات مشبوهة، ومن ثم أعتقد أنه ده يبنى عليه. وبالتالي أنت شايف أنه ده لوحده كفيل بأنه يكون موجود. مش عارف إزاي أقولك أنه كل واحد امبارح كان في الملعب موجود علشان يبقى شايف مشهد لبلده أو منتخبها. البلد كبيرة وعظيمة بالزبط. أتحدث عن كرة القدم لأنه فعلا لا يجوز ابدا انه حد يتحدث بصيغه انتكاسه مصر، لا 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 هزيم، لا 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 انتكاسه الكره صح، المنتخب، لانه هؤلاء النجوم اللي كنا نحسبهم غوالي الحقيقه مش بس مدرب يعني ادينا له كل الفرص، ويمكن تحديدا هنا واحنا بنتكلم قلنا انه ده لا يليق ابدا بمدير فني انه تكون اختياراته ضيقه محدوده، الا لو كان عنده جديد سيقدمه. استبعد صناع اللعب من كل الأندية، استبعد أطراف، حتى ظلم أيمن أشرف ظلم بين باعتباره بيلعب بقاله موسمين بالظبط، والناس بعمل بطولة كويسة فعلا أيمن أشرف في الحقيقة، ده فين في مركز بقاله كتير ما بيلعبش فيه، ما بيلعبش فيه على مدار موسمين كاملين، بل قدم أوراق اعتماده كظهير ثالث حين احتاجه نادي فعلا. عندك بقى عبد الله جمعة، عندك قول بقى زي ما انت عايز، سولية، أحمد علي الذي أخذ فرصة في توقيت حرج جدا، ملعبش ليه ماتش اوغندا، حاجه غريبه جداً. قلنا الراجل يمكن بيقول ان الخبرات الافريقيه تحتاج، طب يا سيدي الخبرات الافريقيه كان عندك 3 مباريات ابتداتهم وانتهيتهم بدونه، كل دي برضو اخطاء تبقى فرعيه لو كان هناك حماسه في الملعب من الكل. لا استثني احد، هنطلع 2-3 جامدين جدا طبعا، هو ده الامل في بعض اولاد مصر النابهين، لكن في النهايه حسبوا على ما وصلوا إليه من فشل من تنوين كروي، لأنه الحقيقة لا، في حالة لابد أن يبنى عليها، مش هنضيع كل الحاجات دي، هنروح وراء الفرق العربية من عرب الشمال الجزائر وتونس وما تبقى لنا من أحلام معهم، هنكون عند حسن ظن أشقائنا من القارة السمراء، والكل سيجتهد في أن يصل للملعب تشجيعهم لتقديم سبورت يحتاجوه، لن نفقد البطوله، لازم تنجح، ما انا بقول كل الاحوال، هذا هو الكاس بالظبط كده، وانا والله قايل ده من اول يوم، مش فكره الخروج، قلت ان عندنا كاسين، كاس التنظيم العالمي بمليار 200 حاجه و40 مليون في القرعه، بمشاهدات بكل الوسائط والتلفزه في حفل الافتتاح، تعدت المونديال بأرقام بسيطة، لكن ده لوحده انتصار كبير. ومن ثم حتى كوبا أمريكا اللي بيلعب نهائيها اليوم كانت فطسانة عالمية فعلا. لو شفت حجم النشر جنب أمم أفريقيا فعلا. الكان 2019 في المحروسة العظيمة دي فعلا. العظيمة بولادها، العظيمة بأجهزة الدولة التي لم تطق صبرا على هذا الفشل بين تنسيس، وأفضل أقولها الكروي. طيب أنا عايز أتكلم عن الأسباب،
كده نتكلم واحدة واحدة من وجهة نظرك ومن خلال متابعتك وقربك للأحداث بشكل كبير جدا كناقد رياضي كبير ومعروف، يعني الأسباب من وجهة نظرك بتتمثل في إيه؟ عندناش نظام. نظام إحنا نادينا بنظام قد إيه لكرة القدم؟ مسابقات مفيش، شغل مفيش، لا يمكن تكون بتشتغل 7 صنايع والبخت هتقول لي ضايع. لا مش ضايع، انت اللي مفرق جهدك على 7 صنايع في اقل تقدير. لن نذهب نحو يعني اتهامات، هناك جهات اخرى تبحثها الان، لكن خلينا نقول الافاده. الافاده كفايه وبزياده. ان انت النهارده تخرج لمنظومه كرويه لا تستطيع ان تقدم مسابقه بدعوى ان هناك مؤجلات وانديه وحاجات، يا سيدي كل الناس عندها ظروف مشابهة، لكنها تتعامل مع كرة القدم كصناعة، تتعامل مع كرة القدم ان كل واحد في المنظومة يا استاذ امير بيشتغل شغلته بس. يعني اللاعب مش لاعب وعنده بزنسات كده بيعدي عليها بعد الظهر، يعني عضو مجلس الإدارة مش عضو مجلس إدارة وعنده شغلتين ثلاثة آخرين. وبالتالي حتى فكرة من يدير احترافيا من العاملين عليها زي ما بيقولوا برضه ما فيهمش حد. هناك مدربين على فكرة ده على مدار سنين طويلة، وكنا بنقول يمكن تخلص مدرب مثلا معاه تصريح من هيئة عشان يشتغل مدرب نص يوم، لاعب وطالب ومجند وقس على ذلك، يدير هواة دوري محترفين وأشياء من هذا القبيل. تحملنا الكثير، وأعتقد أنه مش بس أوان المحاسبة، لا ده أوان المراجعة للملف كاملا، ملف صناعة البهجة، ملف أمن قومي اسمه الرياضة وفي القلب منها كرة القدم. شفت بهجة الناس، شفت الملاعب وهي منورة، شفت ما يمكن أن يكون لثاني مرة يحدث في العالم، الفان آي دي والدخول الممنهج، شفت نظام تذكرتي أن يكون هناك حجوزات. لكن تلاقي شوائب بقى، كلام عن تذاكر هنا وهناك، كلام عن أفعال يعني زي الأورام الخبيثة في جسد قوي والحمد لله. وبالتالي هنا عرفنا الدروب فين. اليوم هو يوم بدء العمل مجددا، كأن مصر تستضيف بطولة لتنجح ب24 منتخب، ب8 منتخبات إضافية زي ما قلت لحضرتك هنا قبل كده لو فاكر، يعني نصف بطولة جديدة أحرجت مصر من قام بتدشين أمم أفريقيا زي ما قال إيفنتينو، وقال إنه راجع ده، والسيد أحمد قال إنه حتى 2006 كانت قمة وقت ما نظمتها مصر، الآن تحرج مصر من سيتقدم أو يفصح عن ستاره في 2021 أعتقد كوت ديفوار. لا الكاميرون. الكاميرون صح. وبالتالي هنا مسافات طويلة جدا ممكن إن أنت تمشيها بسرعة جدا بالزبط. لأنك حددت المسار، بقى عندك الطريق واضح المعالم الآن، الباقي خلاص كلام ابن عم حديث، لكن علينا أن نراعي في التجديد والتطوير أن هذا الملف هام وعاجل زي الأفلام كده اللي يروح المخرج عامل سري للغاية، بس ده بقى شعبي للغاية، بالسري للغاية يعني إيه؟ يعني كل المطالبات يتم تنفيذها، المطالبات بدوري محترفين، المطالبات بأن يعمل كل بني آدم في البلد دي عمل واحد، المطالبات بعدم خلط الأمور، ما تبقاش بتشتغل مع جهة والتانية بقيت اليوم وبالتالي هناك تعارض. ومن ثم أعتقد أنه ده المشوار اللي بدأ فعلا، مش بقول اللي هنبتديه، عشان كده بقولك لسه فيها مليون حاجة حلوة ضمنها أن تظل مكتسباتنا من البطولة دي. احنا واجهنا راجل شبكات تلفزيونية للفساد وجمع أموال المصريين، ومن ثم أعتقد أنه حتى دي كمان يبنى عليها، فلا توجد بيعة إلا برضا مسؤول كرة القدم في اتجاه قارتي أفريقيا وأسيا يرضوا عن البيع ده، البيع اللي هو حصري جدا جدا قوي خالص ده. وبالتالي لا خلاص الملف أصبح زي كل ملفات مصر الجديدة اللي كلنا سكننا بقى في عنوانها 30 يونيو 2013، من ساعتها والعنوان ده واضح للجميع تقدر توصل له ببساطة. فأصبح هذا الملف زي الاقتصاد، زي إصلاح كل مرافق الدولة، ومن ثم رايحين على اختبار قوي من المواطن المصري زي ما تحمل ما مر عليه أن يتحمل الضيافة وكرم الضيافة والوفادة وإنجاح بطولته هو. ده كلام مهم جدا، هيبقى عندنا كلام أكتر بس بعد الفاصل. فاصل
مستمرين في الحوار مع الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت، وكلمنا على المنتخب وكلمنا على اهميه ان البطوله لازم تنجح بغض النظر كمان الخروج المؤسف لمنتخب مصر من بطوله الامم الافريقيه اللي كتير كان متوقع كده، بس مش للدرجه دي بالمنظر ده، وان شاء الله البطوله هتنجح لان فعلا مجهود كبير من كل مؤسسات الدوله على انجاح هذا طبعًا الحدث الكبير ومن كل مواطن، وده تحدي يعني طبعا، وده تحدي مهم جدا 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 لينا كشعب مصري. لكن في نفس الوقت لازم ما ننساش ان احنا منتخبنا اللي بيحمل اسم مصر خرج على ارضه ووسط جمهوره من بطوله الامم الافريقيه. مؤكد اسباب الخروج بقى بالتحديد اللي احنا قبل الفاصل كنا عايزين نتكلم فيها، بس ايه الوقت ما اسعفناش، اسباب الاداء الهزيل لمنتخب مصر، الاداره الفنيه رايك فيها ايه، القرارات الاداريه الخاصه باتحاد الكره رايك فيها ايه؟ اولا يعني الاداره الفنيه صفر بجداره ما بين الاختيارات اللي حاولنا ان احنا حتى لا نتورط في لا رفضها ولا مباركتها، في نفس الوقت ان احنا نقول قد يكون للراجل وجهه نظر الى ان تبدا معترك المباريات نفسها، وبالتالي نشوف، فربما لدي جديد غيب صناع اللعب زي ما قلت لحضرتك، غيب حتى طريقه الاداء 4-2-3-1 اللي بيدور عليها مفقوده. بتلاعب الراجل اللي المفروض يبقى ديفندر صانع لعب طارق حامد امبارح، وبتلاعب الراجل عبد الله السعيد وهو ما راحش، ما جاش البطوله اصلا، وما جاش البطوله، والاماكن لا تحجز بالاسماء يا امير فعلا. وبالتالي غيبت في اختياراتك ناس كتير جدا، اهملت شاب كان يستطيع اللعب على الجانب الايمن هو محمد هاني، ولما خدت بالخبره وكان احمد فتحي مش موجود، خارج التصورات رغم انه مقاتل شرس فعلا. ده يا سيدي لو هتلاعب حتى المحمدي فهو يمتلك خبرات طن ورصيد أكيد دولي أكيد. ولكن كيف كانت المنافسه لو موجود الشاب والخبره او الجوز بقى الجامدين دول الاحمدين يعني؟ صح. روح على شمال الملعب، ليه خدت الراجل؟ احنا تصورنا مع الاعلان مبكرا عن ايمن اشرف قبل الاسماء النهائيه انه قد يكون موجود ومعاه حد شمال، لانه هنا كنا نقول الراجل واخده عشان بيطلع بمنظرين في الفيلم، يستطيع انه يبقى سيرد باك او يعود لمهمه كان قد غادرها من موسمين اللي هي الظهير الايسر، حتى دي ما عملهاش. ولما خد احمد ايمن منصور برضو الفكره غابت، هو موجود فقط عشان يبقى موجود ولا لا؟ قول لي ناحيه اليمين كان في مين تاني؟ عمر جابر اللي هو اساسا في نادي بيلعب ناحيه الشمال، اللي هو اساسا لما انت قلت عبد الله جمعه لا، لانه يعني جسمانيا قليل، طب ما هو عمر جابر اصلا مش عملاق بالظبط. صح. غيبت صانع الالعاب اللي اسمه صالح جمعه. تعرف احنا كان معانا كام مدافع يا استاذ عصام في البطوله؟ ما انا 9 6 مدافعين او 7 مدافعين في البطوله، انا بقول في القايمه. لا 9 اللي هم يسموا مدافعين يعني، سيبك من الظهير الايمن والظهير الايسر. انت بتتكلم على قلبي الدفاع الارتكاز يعني، عندك حجازي طبعًا. محمود علاء، الونش، ايمن اشرف، احمد ايمن منصور، كل دول بيلعبوا مدافعين طبعا. تمام طبعًا. ومين تاني؟ وباهر المحمدي. 6 مدافعين. خد بقى عندك كمان دونجا، لعيب كويس قوي جد، لعيب منضبط جدا. طيب يا سيدي الخبرات هتيجي امتى؟ كنت لاعبه ماتش بقى قبل ده، ما انت لعبته على فكره جزء من وقت وظهر كلاعب جيد، كان فرصتك انك تلاعب احمد علي مباراه كامله شوط كامل مثلا، الحاوي وليد يعني الاستفاده بيه تاتي في 4-5 دقائق يعني، هل ده يعني ممكن يعقل؟ ثم قرار اداري تربوي كان يجب ان يستمر حتى النهايه، دي اهم نقطه الحقيقه يعني. لا كنت تتوقع ان اتحاد الكره يرجع في قراره بخصوص المشكله بتاعه وردي؟ كنت لا متوقع لا بعد ما خد القرار ده؟ لا الحقيقه، لا الحقيقه. لكن وانت بقبل انه المدير الفني غسل ايده من القصه كل حاجه، إدارة المنتخب الفنية والإدارية ملهاش دعوة بالموضوع، فأنت تجي لك حالة من العجب، لكن كل العجب وقتها لا يسمح لك بفتح حوار حوالين ده، ثم تختبر أعصاب الناس وارتباطها بمنتخبها فيكون الأجهز بأمارة إيه يعني؟ أو مش الأجهز إنه جاهز، لا يعني يكون هو ده الحاضر عندك إنه يلعب بأمارة إيه يعني؟ يعني ليس بإبداعات يعني من تتحمل له
توفير مكان في مباراة حاسمة زي دي في وقت عصيب زي ده، عصيب فنيا عليك، وانت الناس مش مصدقه امير امبارح قبل صافره النهايه، ومش مصدقه يا اخي فرقه غايبه عنها فكره الكابتن، الكابتن الحقيقي، الكابتن اللي يروح للحكم وايده ورا ظهره يقول له الوقت، الكابتن اللي يروح للحكم يقول له المفروض اللي يخرج يخرج من على الجنب، الكابتن اللي يسال على 10 يارده. لا لا، فكره الكابتن دي مش فكره قليله طبعا، لكن ما حدش فاضي، الناس كلها مقضيه، حسسونا كده انهم جايين الموضوع وعايزينه يخلص بسرعه. كلام غريب جدا انه الناس كان عندها يعني حاله كده لا مبالاه، انا الحقيقه اول مره اشهدها في صفوف منتخب مصر، اول مره. قد اشهد بعض الفوضى احيانا، قد ارصد اشياء من هذا القبيل، لكن الحقيقه حاله اللامبالاه دي انك ما تلاقيش لعيب بيجري لما يتقطع نفسه، مفيش، انتجت قرار وعكسه، دي برضو مهما كان حجم ما يمكن ان يخلي الناس طفح بيها الكيل من إدارة المنظومة بقى اللي اتكلمنا عنها سنين وسنين وسنين وسنين، وان احنا عايزين شكل مسابقات زي كل العالم ونترجمه ونطبقه، هو ده غلط؟ نحن اليوم نبحث عن هذا، لما بتيجي تقدم لي مدير فني بتقدمه لي باعتباره ايه؟ باعتباره انه نسخه من اللي بيحصل في العالم. طب انا عايز كمان مسابقات نسخه من اللي بيحصل في العالم، مش عاوز انا كل يوم تجديد وتطوير اللي هو ايه، عوده للوراء، مش تجديد وتطوير بمعناه انك طامح في مقدمه. والكل والاغلب الاعم على الطاوله، خلاص ما حدش عنده وقت للاجتماعات اتحاد كره القدم بالفعل، فعلا. كل واحد طبعا كل واحد عليه بقى نتحمل مسؤولياته، كل واحد الان عليه ان يتحمل مسؤولياته، لانه ده كلام مهم هنعوزه، كيف الخروج من ما وصلت اليه صناعه كره القدم في مصر، مش لمجرد الهزيمه، مش لمجرد انه مصر تعمل البطوله المنوره دي اللي ينقصها بس ان انت تبقى في المربع الذهبي، علشان يفضل جمهورك موجود، وهيبقى ان شاء الله ان شاء الله موجود. الجمهور المصري لم يخزل بلاده ابدا فعلا. والناس كانت عملوا اللي عليهم، تقول لنا امبارح رغم الماساه بعد ساعه كده ساعتين واحنا ماشيين في وسطهم، لا لا لا، ده في انجولا منتخبنا لعب النهائي في استاد مليان، ومع انه انجولا ما كانتش في النهائي فعلا. احنا مش اقل من كده، فرحت قوي الشباب بيقولوا كده كويس. في نفس الوقت انه وهم بيتحدثوا عن محاكمه للتاريخ لكل من اساء لمصر، وبالتالي أنا معول على ده كثيرا، لكن كمان لازم نعرف إنه الخطوة الجاية خطوة صحيحة، خطوة على أرض صلبة، نستكمل بيها ما بدأناه، واللي بدأناه في البطولة دي كتير قوي سبحانك رب، من تنظيم زي ما شرحت لحضرتك والجمهور العظيم، لبنية تحتية، ل 15 ملعب جاهزين جامدين حديثين جدا جدا، بالإضافة للست استادات تقول عليهم أرينا، 24 ملعب كمان مش 15، لا 15 ملعب أعدوا يعني، وفي 8 تحت العمل فعلا دي 23، وعندك 6 استادات أرينا، 29 ملعب خرجت بهم المحروسة العظيمة العفية القوية دي. يعني ده كلام مهم جدا، تدارك الموقف وعلاج الأمور يتم إزاي من وجهة نظرك؟ التحكيم أيضا، التحكيم التحكيم اظن دلوقتي لازم يشوف هو واقف فين بالظبط، ولازم يشوف العشر ارضه بيتعدوا ازاي، ولازم يشوف لما كانوا بيتريقوا علينا لما نقول لهم على الرذاذ المتطاير يا امير، ايوه ها لازم يشوف شكل الاداء يعني ايه، هو لازم يشوف حكمنا امين عمر وهو موجود مع طاقم وتحسين ابو السادات اعتقد كمان، ازاي هم دول غير التانيين اللي هم برضو سامحني يعني انها لغز، هم بس غير التانيين، يعني انت امين عمر بس بالنسخه بتاعت الاتحاد الافريقي، انت تحسين ابو السادات بس بالنسخه بتاعت الاتحاد الافريقي، طب انتوا ما بتعملوش ده هنا ليه يا شباب ان شاء الله؟ وبعدين هو لازم يتنفذ المره دي الاصرار على كل ما هو حقيقي، صح. كل ما هو صحيح. انت عايز الحل؟ نهائيا ورقه تترجم. مين بقى اللي هينفذها وقتها ما يهمناش الا حاجه واحده، ان يكون محترفا. صحيح البورد نفسه ما بيجلسش عليه محترفين، لكن اول قرار بياخدوه ايه هو؟ انهم ياتوا بافضل الاجهزه المحترفه، بدءا من المدير الفني لاتحاد الكره، ومحدش يزعل مني،
ماذا يقدم المدير الفني لاتحاد الكرة؟ الشخصية الأهم على فكرة طبعا في اتحاد الكرة، هو اللي بيخطط في أي مكان في العالم مصر. مش بس بيخطط عشان يقول المرحلة السنية كذا وماذا، ده هو اللي بيبحث سيفيات المدربين. لا يدخل شارد أو وارد للجزء الفني في اتحاد كرة القدم دون عارف اللي هو بيمدح شيكات، بس دي شيكات مستقبل، شيكات فنية. ومن أول بقى الوظيفة دي إلى كل الوظائف حتى الإداري، اللي هو مثلا لو أنت مدير إداري ومعاك 10 مساعدين لازم يكون على الأقل يعني بينقل نفسه كده في لغة وكمبيوتر ونت وبتاع. لا لا الموضوع بدا سهلا. طيب. تخيل بقى الإصلاح بدا سهل بعد كل ما قدمته الدولة المصري. طيب خلينا اقول خبر مهم جدا وهو خاص بلاعبي النادي الاهلي في منتخب مصر، محمد الشناوي، ايمن اشرف، مروان محسن، وليد سليمان، رباعي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في معسكر الفريق بمدينه اليكانتي الاسبانيه بعد 5 ايام. هياخدوا راحه 5 ايام ويسافروا ان شاء الله مباشره لاسبانيا عشان ينضموا لمعسكر النادي الاهلي استعدادا للفتره الهامه جدا المقبله. عايز اتكلم بالتحديد بقى على اتحاد الكوره ورايك في الاستقالات اللي حصلت واللي هيحصل الفتره الجايه بالنسبه لاتحاد الكره، الامور هتبقى ايه؟ الاستقالات دي اقل واجب وطني يقدموه، واجب وطني طبعا. خلاص يقينا كده انت تقر بانها وصلت على يديك لهذه المرحلة. النقطه. وبالتالي لابد من مشروعيه، لابد من ان تكون على الاقل بتحترم هذا الوطن. اللي جاي محتاج نراجع اللوائح بس اولا، نعرف مين اللي هيدير مين كذا، لكن علينا طبقا للوائح اللي بيدير المدير التنفيذي هو المدير المالي هيدير اتحاد الكره لغايه لما يحصل انتخابات على طول. ده لائحه النظام الاساسي لاتحاد الكره المصري، يحصل انتخابات على طول، الانتخابات دي هتصفر عن مجلس اداره يستمر موسم واحد ثلاثه شهور سنه واحده. لا هيستمر سنه لغايه الانتخابات بتاعه الاتحادات كلها هتبقى في 2020 ان شاء الله. هو الثلاث شهور دول بقى لازم يكونوا تجربه حقيقيه مش بعيدا عن اللوائح لكن جوه اللوائح. يعني لو المدير التنفيذي يبقى لازم المدير التنفيذي يبقى مدير تنفيذي حقيقي تنطبق عليه الشروط. حلو. ومن ثم المدير كويس. المالي يبقى مدير مالي تنطبق عليه الشروط. انا مش بتكلم على الموجودين او غيرهم، انا بقول بقى بدايه ان تكون على الطريق الصحيح. لا ده احنا سهلناها لك، الطريق الصحيح بات معروفا. بدايه ان تمشي في الطريق الصحيح ومن ثم يبداوا الحاله اداره لمدة موسم، وبالتالي تجرى الانتخابات طبقا للائحة بدام انت اطلعت عليها كاملة. وبالتالي نبدأ في وضع حتى لو كان غير موجود، يعني لو ان اللوائح لا تبحث عن هل تعمل عمل مماثل، هل ستكون موجود في اتحاد الكرة فهناك تعارض مع جهة عملك. كل الحالات الهلهلة دي هل 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 لازم نمسحها. نرجع تاني لزمن الأستيكا ونمسحها. ليه؟ علشان زي ما قلت لك انت الطريق بقى قدامك والعربيه جاهزه عشان تدور وتمشي صح. صح. شوف بقى البطاريه والميه والبنزين وكذا. وبالتالي ده المطلوب، واعتقد انه مش صعب. ليه؟ لانه في اصرار من المواطن بوضوح شديد ان بلده تبقى شبه العالم. وغالبا نتحدث كثيرا عن جمهور عظيم بيروح المنتديات اللي بيقعد فيها في الكافيهات والانديه وهنا وهنا، منظم في مباريات الفرق الاوروبيه اللي بيحبها. طب هو اللي رجع الماتش رجع الدوري اهو بنفس، رجع قصدي المدرجات اهو بنفس الشكل بالظبط. خلاص بقى خليه يكمل يا اخي، ما تقطعش احلامه. طب المستقالون المفروض ان هم يقدموا تقرير بالمرحله اللي فاتت ولا هو بيستقيل كده؟ لا 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 ازاي ازاي عشان نتدارك حتى الاخطاء. يا اخي لابد ان تحترم وطنك، وهذا ما تبقى للجميع ان يرد لمصر كل ما له ما لها من جميل، وان يقدم تقرير بما فيه من اعترافات بالخطايا. واعتقد انه ده ليس عيبا يا اخي انك انت تقدم ما استطعت ان تقدمه، ثم تبقى جاهز امام اي جهه تريد استفسار ما، تبقى جاهز كمان بتقرير ماذا قدمت وما هو ينقص ورؤيتك كمان يتاخذ بها او لا. لكن هذا واجب، هذه ليست منا، ده فرض عين يا استاذ امير. كويس. بالظبط زي ما تكون بتسلمني باقي حقوقي لديك.
صح ولا انا رحت بعيد؟ لا طبعا ده مفروض يعني طبيعي ولازم تقدم تقرير بالاسباب الفشل خلال الفتره اللي فاتت عشان اللي يجي يبص على التقرير ده ويحاول يتدارك الامور ما يتعرضش لنفس الاخطاء تاني. والاخطاء بالمناسبه معروفه مش محتاجه تقرير، لكن انت برضو دورك زي ما حضرتك قلت دورك. قلنا بقى عايزين نبقى شبه الدنيا بالظبط كده. ليه بقى؟ لان احنا بقينا زي كل الدنيا المتقدمه في كل الفروع، ما تبقى لنا اداره شبه الدنيا، وهي ما اسهلها بترجمه ورقه مش اكتر من كده. هل هيبقى في تحقيقات مثلا مع مسؤولين اتحاد الكره، مع كل احترامنا وتقديرنا ليهم يعني، بسبب الفتره اللي فاتت امور معينه طبقا لمعلومات حضرتك يعني؟ الكلام يعني المتداول عن جهات تتدخل، لانه ده في الاخر اتحاد، في اموال، في اقتصاديات، في يعني في كل الشؤون الاداريه والماليه، ومن ثم لابد من ضبط هذه الادوات جيدا. وبالتالي يعني الناس ما تظنش انه في حاجه ممكن تمر ان انت سلام عليكم وسلام ورحمه الله وبركاته، لا، هناك وقفه لنظره شامله. يا اخي انت لو مستلم شقه في مصيف بتسلمها بعد مراجعه اللي فيها لاصحاب الحق وهي مصر. وبالتالي ما وصل للاعلام هو أن كل شيء قيد البحث والتحري. طيب ده شيء أكيد هيكون مهم. خلينا نشوف تفاعلات الجماهير بشكل عام عن أسباب خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية. نبتدي بتويتر، ولارا عبد الرحمن قالت الأسباب بتكمن في أن الاتحاد، مش بس الاتحاد الجهاز الفني والإداري اللي سمح للعيبة تمسك الموبايلات، المفروض أن ده معسكر يعني وبتاع يعني. دي جزئية وجهة نظر برضو من لارا، حقها بالظبط، حقها طبعا. مي عصام قالت اتحاد الكرة أولا والمدير الفني ثانيا، والمفروض كان في لعيبة تتواجد في البطولة ودي حقيقة، وعدم وجودهم كان سبب أداء مصر، والمفروض اللي راحوا برضو كانوا يبقوا عند قدر المسؤولية. يا أخي أنت لاعب طراز إيه، شريحة أولى، حتى لو أنت يمين ألعب شمال بالزبط. مفيش روح يا أستاذ، مفيش روح. أنا آسف يعني. لا لا اتفضل اتفضل. قطعت كلام الشباب. يوسف النجار قال اتحاد الكره يعني بيتكلم من وجهه نظر اخرى برضو. اميره بتقول المدرب اللي اختار المدرب هو السبب ان احنا جبنا اجير يعني. رامي قال بلاش. احمد زيزو قال اتحاد الكره الناس تعبانه أمير جدا. محمد ربيع قال اتحاد الكره، لان كل الناس تحملت وصدقت اللي بيتقال. وبالتالي انا متضايق جدا على الاطفال اللي كانت بتعيط امبارح، اللي كانت بتعيط امبارح في المدرجات، والطفله اللي كان صوره وطفل كمان يعني. الصوره دي حد منزلها عمرو هلال بالتحديد، قال اتحاد كوره الفاشل هو صلاح يروح الغردقه. دي جزئيه يا جماعه مش متاكدين منها لحد دلوقتي بالمناسبه، عشان يعني الكلام ما يبقاش كتير على الموضوع ده. وكمان من ضمن السلبيات يعني البائعي الاعلام في الشارع، وكانوا بيسترزقوا من الجزئيه دي. الواحد برضو بيزعل على الناس دي اللي كان عندهم امل ان هم يحققوا اكبر كم ممكن من المكاسب وحقهم المشروع لحد نهائي المنتخب. تعالى نقول للمصريين الطيبين دول، لان برضو حتى دي الحقيقه عايزه اعاده صياغه. هو كمان اتصور في قادم الاحوال ان هو كمان يبقى بائع جائل، بس مرخص زي كل العالم برضو. وفي نفس الوقت تعالى نقول له شيل بقى علم الجزائر وعلم تونس ومشاغبات يعني اهالينا في القاره السمراء، فوفوزيلا وما الى ذلك، وحاول تبيعها، خلي الجمهور المصري يروح بيها. الجمهور المصري عظيم. وبنقول للباعه الجائلين دول ما تخافوش، اولا الارزاق بالله، ثانيا ستصبحوا ضمن منظومه محترفه تضمن ارباح خرافيه للبلد. ده يا كابتن امير بشكل عام، لانه الارباح الخرافيه دي بانت في البطوله. اوعى تفكر البطوله دي مرت مرور الكرام، لما كان بعض الملاعب تملأ هنا وهناك ويقولوا ان المبيعات على التذاكر عدت مليون ولا حاجه، المره دي هتتكلم عن ارقام حقيقيه قد تتعدى ال 10 مليون وال 15 مليون مبيعات تذاكر. طب نروح لفيسبوك وراي الناس في اسباب الخروج. سما محمد قالت اجيري هو السبب. محمد عبد الرحمن قال غياب الروح، والله كنت حاسس لدرجه اليقين ان احنا هنخرج. ده محمد عبد الرحمن. جمال عاصم قال هاني ابو ريده ويجب محاكمته وجري باختياراته وجهات نظر الجماهير. محمد جمال الهواري قال مساء الخير يا كابتن، اتحاد الكره والمدرب واختياراته هما السبب. ميمو جويده قال الكل مسؤول، ده اتحاد الكره باختياراته الخاطئه، الجهاز والمدير الفني ثم الجهاز الفني والاداري المنتخب ثم اللعيبه الهزيله في الملعب ثم الجماهير التي ساندت. الجماهير يشكر، والناس كانت بتروح وبتبقى متواجده، ممكن كان يبقى محتاجين حماس اكتر من كده، لكن الجمهور اللي كان متواجد يعني. قصده ايه الجمهور؟
قصده ان الجمهور يعني كان محتاج يبقى اقوى من كده في التشجيع يعني وجهه نظره يعني. احمد محمد بيقول ان اتحاد الكره واختيارات اجيري كلها غلط، يعني كلام كتير واسباب كتير الناس كلها تطرقت، وطبعا حقهم اكيد كل حاجه روشتت بدءا من المطالبه بالبحث للمحاكمات لمن يستحق، دي حقوق جماهيريه ما حدش يزعل طبعا منها. طبعا كل واحد حقه يقول وجهه نظره طبعا، يعني كل واحد زعلان، كل الناس دي زعلانه بسبب خروجنا من التوتو. الناس عايزه تعرف في ايه، وبالتالي هي صدمه في الحقيقه. الاهم الان هو تقرير يخرج الزاما من اتحاد الكره. روشتت استاذ عصام شلتوت للرياضه المصريه والكره المصريه خلال المرحله اللي جايه عشان الامور تمشي بالشكل اللي بيتمناه كل مواطن مصري. يعني ده الجزء اللي فيه ربما استعاده لابتسامات، ان الروشته سهله وان العلاج ما هواش مكلف، بل على العكس يعني تحت رجلك، الا وهو العوده للنظام العالمي. نحن نبحث عن النظام العالمي في الكهرباء، في الميه، في الرصيف، في صح ولا لا؟ صح. الا نترجم ورقه الكوره؟ ورقه الكوره شيء خيال يا ناس، ربحيه عاليه و فرص عمل للشباب، وقلت الكلام ده مع حضرتك قبل كده. وبالتالي الصناعه ثم الصناعه ثم الصناعه للرياضه عموما، ورعاه حقيقيين واستثمارات حقيقيه، وان تعود الانديه الشعبيه بمشروع مش باعانات وكذا، لان الجمعيه العموميه برضه في اتحاد الكره متهمه ولا تنصاع للي بيقول لك بس الجمعيه العموميه ستفعل ايه؟ ما كنت فين؟ أنت مسؤولة عن اختياراتك أيضا. يجب أن يكون هناك فارق يا أستاذ أمير بين دوري محترفين بجمعية هي دي اللي هتقدر، لكن لا تساوي أندية محترفة بأندية في بداية الطريق والكل أمام الصندوق للأسف صوت. الكلام ده يصلح في اختيارات يعني قيادات الدولة، في اسمه إيه، المجلس المحلي، لكن مش في كرة القدم الصناعة. وبالتالي تبا لاي حد مش محترف. احنا مش محتاجين متطوعين يا عم، واخر ما تيجي تحاسب اقول لك انا راجل. لا يا عم، انت متطوع ليه يا عم؟ مصر مش محتاجه حد يديها احسان، مصر هي من احسنت للكل. بالظبط. المدرب الجاي مع المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي؟ وازاي يتم اختيار هذا المدرب اصلا؟ ومين اللي هيختاره؟ لازم تضع نقط. طالما اتفقنا ان العلاج هو ترجمه ورقه كامله، يبقى لازم تشوف الناس بتختار ازاي. هتلعب افريقي ودولي، تبقى راجل عايز واحد صنعته المنتخبات وليست الانديه مثلا. ومن ثم مسك قارات منها افريقيا، مسك بطولات راحها مع منتخبات منها كاس العالم، وهكذا تدار. وطني يتحط بوينت قدامه، ثم نقط بونتات بقى. البوينت دي مع مدرب وطني؟ لا، بقول لك وطني يتحط قدامه بوينت محترف كذا، لو استقريت يعني على مدرب وطني تكتب لك كام بوينت كده، ثم تبدا تديله البناط بقى. واخد في دي كام من 10؟ اجنبي نفس الحكايه، فلتنطبق على من تنطبق عليه. لكن المدرب الوطني عليه ان يفصل عن نفسه، وعايزين هو كمان ينتشر. ما هو مش هينفع تبقى مدرب واخد اسمها ايه دي، تصريح شغل من شركة، أو الرخصة بتاعتك بدل ما تحضر 10 أيام حضرت 6 أيام وقلت لهم أعمل إيه بقى، أكل العيش مر. كل الجمل دي لازم تختفي يا أستاذ أمير. والحقيقة أيضا للإعلام دور أن يكون مراقب، مش بس وقت الأزمات، أن يكون مراقب دائما، وأن يقدم الحلول، مش بس كشف الغطاء عن أخطاء هنا أو حتى فساد هناك، ولكن أن نقدم أيضا الحلول. لو قدمنا الحلول وأصرينا عليها، أعتقد هنحاول نرضي ضمائر الإعلام. كيف يتم استمرار بطولة الدوري، ومين اللي هيديرها خلال الفترة اللي جاية؟ البطولة احنا عارفين انها مؤجلة بعد بطولة الأمم الأفريقية، واحنا عارفين الكلام الكتير اللي نادى بيه النادي الأهلي على مدار شهور في اللي فاتت، وطالب ان يا جماعة في حاجة غلط في المنظومة، كلام كده ما ينفعش. كل الأمور دي، شايف المرحلة الجاية ازاي بالنسبة لبطولة الدوري، سواء استكمال هذا الموسم او الموسم الجديد؟ الحقيقة ده تحدي بقى، تحدي اول تحدي للجمهور العظيم وللدولة التي لم تبخل. وشوف بقى من المرات القليلة التي تتدخل الدولة لتوفير ما هو لوجيستي وبنية تحتية، ولكنها لا تتدخل فنية. كنا زمان نسمع الدولة تقول لك ده يلعب ده ما يلعبش، خدوا اللعيب الفلاني. لا لا لا، هنا بتتدخل بنفس الإجراءات الدولية. ومن ثم هيبقى طلبها المرة دي أن وجه مصر الرياضي وفي القلب منه كرة القدم يدور كما العالم. كان هناك اتفاق ان مسابقه الموسم ما تروحش هباء، يبقى لازم تستكمل. لازم تستكمل بالمواعيد الاخيره التي وضعت والتي اتفق عليها
الأغلب العام إيه من الأندية. هذا هو التحدي الأول لمن سيدير الشهور التي تسبق انتخابات العام الواحد. يا شهور هتبقى قليلة جدا في كل الأحوال، لكن أنت متفائل فيها اختبار قوي طبعا. أنا مش حكاية طبعا متفائل، متفائل إن الكرة المصرية تبقى أفضل من كده، وإن الدولة لن تصمت، إحنا ما تعلمناش، لكنها تصر على نموذج عالمي. ده اللي أقدر أقوله لك جديد يعني لبرنامجك، هتصر على النموذج العالمي. حلو قوي، ده زي ما النموذج العالمي اتطبق في الملعب وفي الكشافات وفي البث وفي الفور كي وفي الإخراج وفي كل حاجة. سيارات البث يا سيدي الفاضل، وعفوا للإطالة، سيارات البث لمرة أولى في تاريخ شراء الأجهزة الحديثة مش تأتي من موانئ الشحن للتخزين ثم تخرج للملاعب، ده وهي في موانئ الشحن مكتوب عليها دي عربية السويس، دي عربية إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ فعلى الكل أن يقدم خلاصة عمله. إن شاء الله يكون متواجد الأفراد اللي ساعدوا الدولة في الوصول كل المصريين نفسهم فيه ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ عشان نورتنا وشرفتنا. شكرا. دي كانت فقرتنا مع الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوتو، اتكلمنا بتفاصيل كتيره جدا في اسباب خروج المنتخب الوطني المصري ومعالجه الامور تبقى ماشيه ازاي خلال الفتره اللي جايه. كل التوفيق للكره المصريه وهارد لك للشعب المصري. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.